تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم في هذه الفقرة في قراءة لأبرز عناوين الصحف الجزائرية اليوم، والتي نبدأها اليوم بالخبر العالمي: وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما. وهذا ما عنونته كل الصحف اليوم العالمية والوطنية. ثم جريدة الخبر والتي عنونت عددها اليوم: بعد دفاع الرئيس تبون عن حقه في انتقاد أداء الوزراء، حكومة بن عبد الرحمن في مرمى النواب. نقابة الصيادلة الخواص تحذر المؤثرات العقلية وراء تفاقم الإجرام. الاعتداءات أصبحت تستهدف الصيدليات جهارا نهارا. ثم جريدة الشروق والتي عنونت عددها اليوم: رحبت بقرار الرئيس تبون وعرضت تصوراتها حول الملف. نقابات التربية، هذه آليات التحسين في رواتب الأساتذة. ثم الجيش عين على الجريمة والإرهاب وزناد على الحدود. الخبراء يؤكدون على أهميته في تحقيق برامج رئيس الجمهورية. الإحصاء السكاني لماذا؟ ثم جريدة التحرير والتي عنونت عددها اليوم: لقاء الحكومة الولاد في تنشيط دور الجماعات المحلية لتحقيق التنمية، إعادة بعث دور صناديق الاستثمار بالولايات. 46 نائبا يرفعون لائحة مطالب حول نقص الخدمات الصحية بالجنوب. ثم جريدة المسار العربي: بداية من 2023 رئيس الجمهورية يعلن رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد. إدانة أنيس رحماني وتحقود بعشر سنوات حبسا نافذة، وانطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان. ثم جريدة الحوار والتي عنونت عددها اليوم: الوزير الأول يخاطب الولاد في ختام ورشاتهم، العمل في المكتب انتهى، انزلوا إلى الميدان. ويجرى باستخدام التكنولوجيا حديثة لأول مرة، انطلاق الإحصاء العام للسكان والإسكان. ثم جريدة أخبار اليوم: لخدمة المواطنين وخلق الثروة، ولات يؤكدون ملتزمون بتطبيق توجيهات الرئيس. الوزير الأول يحث الولاة على متابعة المشاريع ميدانيا. ثم جريدة البلاد والتي عنونت عددها اليوم: الوزير الأول يعرض أمام الولاة مقاربة الحكومة لبعث الاستثمار ويحذر استرجاع العقار الصناعي إذا لم يستغل خلال 8 أشهر. ثم إشادة أممية واسعة بمساعيها في حل الأزمات ونصرة القضايا العادلة، الجزائر في قلب الحراك الدبلوماسي الدولي. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ويصحبني في هذه القراءة في أبرز عناوين الصحف الناشط السياسي موفق الشيخ من مسعادة. أستاذ موفق أهلا وسهلا، كيف تلقى اليوم العالم الإسلامي وفاة الداعية المعروف بفقه الوسطي الرئيس السابق للاتحاد العام للعلماء المسلمين الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي؟ كيف تلقيت خبر وفاة العلامة يوسف القرضاوي؟ بداية تحية إليك أخي رشيد وإلى كل مشاهدي قناة المغاربية. حقيقة العالم الإسلامي يفتقد عالم جليل، عالم رباني، فكان يعني قد فهم الإسلام فهما صحيحا، وكان يدعو لمفهوم الإسلامي، المفهوم الحضاري، المفهوم الذي حقيقة يشرف الأمة الإسلامية ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة والراقية. قرابة القرن يعني من العطاء الفكري عرف به، وكذلك لا ننسى أن الشيخ القرضاوي من الوجوه المعروفة التي عرفها الشعب الجزائري في ملتقيات الفكر الإسلامي رفقة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. وبهذه المناسبة ندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يتقبله عنده وأن يسكنه فسيح جنانه إن شاء الله.
طبعا نبدأ في عناوين اليوم، واليوم كما قلت جريدة الخبر التي عنونت عددها اليوم: بعد دفاع الرئيس تبون عن حقهم في انتقاد أداء الوزراء، حكومة بن عبد الرحمن في مرمى النواب. ما رأيك اليوم كما صرح تبون وكأنه يشجع النواب على ممارسة حقهم؟ هل في رأيك أن هؤلاء النواب إذا كانوا حقيقة نواب شعب، هل ينتظرون فقط ربما أوامر من رئيس الدولة حتى يمارسوا حقهم في الإنابة على مستوى مجلس الشعب الوطني أو مجلس الأمة؟ هذا يقودنا إلى الشرعية في الحكم، هذا يقودنا إلى الأهلية في الحكم، هذا يقودنا إلى الحرية وفصل السلطات. هل هذا متوفر عند هؤلاء النواب؟ هنا السؤال. الحقيقة كلما كان الإنسان يعني شرعيا منتخبا من طرف الشعب كانت له الحرية التامة، إلا على ذلك أن تكون يعني فيه كل له صلاحياته، يعني الهيئة التنفيذية وهيئة التشريعية وكذلك مع العدالة ومع إعلام يعني حر نزيه. في هذا الجو أستطيع أن أجيبك بأن الأمور صحيح، يعني يكون الإنسان نائب له القدرة في المساءلة، له القدرة في أنه يكون صوت للشعب، لكن هل هذا موجود يعني عندنا؟ هل هذا متوفر؟ هل النواب اللي عندنا عدم المؤهلات وعدم القدرة باش يقدموا حقيقة الدور الفعال اللي يقوم به النائب؟ طيب، كذلك اليوم جريدة التحرير عنونت عددها اليوم: 46 نائبا يرفعون لائحة مطالب حول نقص الخدمات الصحية بالجنوب. كما قلت أنه في لقاء تبون مع الولاة قبل يومين تحدث أنه الآن يجب طوي ملف مناطق الذل إلى غير ذلك، في إشارة وكأنه تم احتواء كل المشاكل العالقة على مستوى المشاكل، خاصة المشاكل الاجتماعية. لكن في المقابل جريدة التحرير اليوم في بالبوند العريض: 46 نائبا يرفعون لائحة مطالب حول نقص الخدمات الصحية بالجنوب. يعني وكأنه فيه تناقض أو تفنيد لتصريحات تبون حول أنه طوي ملف مناطق الظل. أولا يجب أن نفهم شيء، هو يوجد الكلام الشعبوي ويوجد الكلام الجاد حقيقة. فعندما نتكلم يعني أن هذا النواب هذا اللي حابين يتكلموا على المشاكل الصحية الصحة أو المستشفيات في الجنوب، وكأني بأن المستشفيات في الشمال بمستوى مستشفيات ألمانيا أو الدول المتطورة، هذا هو الحقيقة العبث في الطرح المشاكل البلد. يعني من المفروض أنني عندما نتكلم على إصلاح منظومة صحية بأكملها، كانت في الصحة وكان في التعليم أو كان في عدة مجالات، وهذا نلاحظه بأن المشاكل موجودة في كل القطاعات. وعندما تتكلم فهذا أنا ورأيي الخاص عبارة عن دغدغة عواطف عن كل ما يتكلم عن الجنوب، وكان الجنوب فقط وأن المناطق الأخرى تعيش يعني ما شاء الله. فعلا يعني احنا نعرف أن الجنوب يعاني، يعني أنا ابن الجنوب وعايش وعارف المشاكل الجنوب، لكن هذه المشاكل لا تحل بجزئية، بل المشكل يحل يعني بطريقة يعني باستراتيجية وبدراسة وبعامة كامل ليستفيد منها كل الجزائريين. وما نشوفش يعني باللي المشكلة موجود إلا في الجنوب وإلا الشمال، لأن هذا الطرح في الحقيقة طرح قاصر، طرح يثبت يعني عدم أهلية وعدم يعني الكفاءة عند هؤلاء يعني. طيب، كذلك في جريدة الحوار في الصفحة الأولى: الوزير الأول يخاطب الولاة في ختام ورشاتهم: العمل في المكتب انتهى، انسلوا إلى الميدان والقضاء على كل مناطق الظل بنهاية 2022. في رأيك أنه عندما نرى هكذا عناوين في حديث عن القضاء على مناطق الظل، هل هناك حقيقة إرادة سياسية لتبني كل المشاكل العالقة التي يعاني منها
المواطنين الجزائريين بشكل عام ومناطق الظل بشكل خاص. كما قلت تكلمت سابقا أن الإشكال اللي عندنا احنا في الجزائر لازم الأمور الترقيعية والأمور يعني هكذا بارتجالية لا يؤدي إلى نتيجة في الحقيقة. يجب إعادة النظر، يجب المراجعة، يجب أن تكون تعود الأمور إلى نصابها في التفسير، في التخطيط، في كل شيء. هذا هو اللي حقيقة المنهج، وهذا هو المخرج اللي خلينا نصحح كل الأخطاء ويعني نمشي إلى ما هو أحسن يعني في أمور تفسير البلاد. لكن قضية الأمور الترقيعية وقضية أنه في منطقة فيها مشكل وننظر يعني بنظرة قاصرة، نظرة يعني ليست يعني بجدية، هذا دائما يخلينا وكأننا ما زلنا نعيش العبث يعني في كل شيء، وهذه هي الصورة العبثية اللي حقيقة نريد أن نتخلص منها وأن نخرج منها إلى ما هو أحسن. وللأسف الشديد أننا الحقيقة عدنا القدرات باش نصحح الأمر تاعنا، لكن للأسف دائما هو الهروب إلى الأمام، وهكذا الأمور دائما تراوح مكانها. طيب في نفس الموضوع على المستوى الاجتماعي، جريدة المسار العربي والتي عنوان يعني في كثير في عدد من صحف اليوم والبارحة، بداية من 2023 في جريدة المسار العربي: رئيس الجمهورية يعلن رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد. كل خرجة لتبون مع الصحافة أو هذا ربما لقاء الثاني أو الثالث مع الولات يتكلم أو يتوعد برفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، لكن في المقابل عندما كثير من المواطنين أو التعليق على ما يصرح به مسؤولون في السلطة وعلى رأسهم تبون يعني يتكلموا ويعلقوا على الموضوع أنه منافي كل بعيد كل البعد هذه التصريحات عن الواقع. فمثلا منحة البطالة ربما فقط بطال اشتغل لمدة 3 أشهر تحصل على رقم اجتماعي وطني، هذا يمنعه من الحصول على منحة البطالة. والله أنا ذكرت مثل صيني أرجو أن تصححني أو أن تفيدني بها، اللي يقول يعني لا تعطيني سمكة بل كيف أصطاد السمكة أو بمثل هذا النوع. هذا هو يجب أن يعني قضية الرواتب أنها تزيد أو تاع البطالة أو هذا شيء حقيقة كنا نتمنى بالأمور تتحسن والله، لكن هذا ما يجيش عن يعني هكذا، هذا لابد له من برنامج، لابد له يعني ما يكونش هكذا فقط يعني بين عشية وضحاها. وهذا فاش يظهر؟ هذا يظهر أولا في عجلة الاقتصاد في الجزائر، يعني هل فيه تخطيط اللي هو هذا الحقيقة هذا هو العامل اللي حقيقة يخلي الأمور تمشي للأحسن ويكون فيها الدخل الفرد يكون هذا اللي للأسف احنا في الجزائر لاحظوا بأن عجلة الاقتصاد لا أقول يعني هي منعدمة تماما، أين هي المصانع؟ أين هي الاستثمار اللي حقيقة يفيد كل المواطنين الجزائريين وهذا يعود يعني بالدخل ويعود تحسن وضعية الجزائريين. أما أن هكذا يعني بين عشية وضحاها نقول باللي نرفع في الرواتب أو نرفع في هكذا مش عارفين نجيب الأمور هذه، هذا نوع من حقيقة يبقى فيه نوع من الربا، نوع ما مش عارفين هكذا. لأن لو ناخذ مثال يعني الدول المتقدمة المتطورة عندها دائما الجانب الاقتصادي يكون مستوى رائع، الاستثمار كذلك، وهذا كله يخلي ينعكس على الدخل الفرد ويكون زيادات يعني معقولة ونعرفوا مين يجي. لكن في بلد اللي لاحظ الاقتصاد غير موجود، منعدم الاستثمارات، عدة أمور اللي تخلينا حقيقة اللي يجي منها مصدر اللي يخلي يرفع من قيمة على الرواتب أو دخل الفرد بتاع المواطن. كذلك على مستوى السياسة الخارجية اليوم في جريدة البلاد عنونت عددها اليوم: إشادة أممية واسعة بمساعيها في حل الأزمات ونصرة القضايا العادلة، الجزائر في قلب الحراك الدبلوماسي الدولي. وكذلك جريدة الموعد:
عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يؤكد الجزائر ستقدم ورقة طريق لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني. بكين ترحب بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس. السؤال المطروح أستاذ موفق دائما والذي يطرحه كل مواطن جزائريين، يعني في كثير من العناوين ومن شعارات السلطة أنه تجتهد السلطة على المستوى الخارجي لحل الكثير من الأزمات في المنطقة المغاربية والعالم العربي بشكل عام، لكن على مستوى الجزائر ما زال هناك الكثير يقول أنه فيه أزمة سياسية وأنه من المفروض أنه تسبق السلطة إلى حل الأزمة السياسية ويكون هناك حقيقة لم شمل حقيقي في الجزائر وحوار حقيقي بعيد كل البعد عن أو ربما لا يبقى فقط ربما كشعارات، وآخرها ما يسمى بمبادرة لم الشمل واليد الممدودة التي سمعنا عنها خلال الأشهر الماضية. كنت قد تكلمت سابقا وهو أنه لا يستحيل أن نتكلم عن الجبهة الخارجية دون الحديث عن الجبهة الداخلية، وإن كان في الحقيقة هو الأولى هو الجبهة الداخلية قبل الجبهة الخارجية، لأن الجبهة الداخلية كل ما كانت قوية وكل ما كانت متينة بمعنى أنه يكون في توافق بين الحاكم والمحكوم، بين الطبقة الحاكمة وبين الشعب، فهذا يكون محفز وانعكاس على الجبهة الخارجية اللي يعني تكون سلطة لها يعني قوة ولها قدرة في تفسير الأمور الجانب الإقليمي أو الدولي. لكن عندما تكون سلطة فاقدة للجبهة الداخلية بتاعها وعندها أمور عندها مشاكل وفيها تحتاج إلى حلول، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى أنها تتقوم أكثر فأكثر، ونتكلم عن الجبهة الخارجية، فهنا نحن أمام كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. شكرا أستاذ موفق الشيخ الناشط السياسي، كان معي من بوسعادة في قراءة لأبرز عناوين الصحف الجزائرية اليوم. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة في قراءة لأبرز عناوين الصحف، لكن أترككم مع هذا الكاريكاتير.